في نقطة شيخ أحمد الله يبارك فيك هي مهمة جدا، لأنها أثيرت، وطالما أثيرت فلا بد من تحقيقها، لأن فضيلتك ذكرت لي هذه الأمور فيما يتعلق بمسألة مشروع زواج اليتيمات. نعم. في قصته مع الأخ اللي هو أنا ما أذكر اسمه، لكن الدكتور أيمن. الدكتور أيمن سامي. قصة القضية يا شيخ أحمد الله يبارك فيك. الدكتور أيمن سامي حفظه الله قال أنني أنا الذي دعوت الشيخ محمد حسان إلى الإمارات، وجعلت حاكم المكان الشارقة أو حاكم الإمارة يرسل سيارته له إلى المطار ليستقبله. وفي الغداء قال الشيخ محمد حسان لابن الشيخ زايد بن سلطان: أنا مسؤول عن زواج اليتيمات في مصر. فقال له: صحيح يا شيخ؟ قال: صحيح. قال: إذن الاعتماد مفتوح. وهذا الكلام على مسؤولية الدكتور أيمن سامي، وتليفونه معي، وأستطيع أن أنا يعني أسمعكم صوته. الله يحفظك شيخ. أنا طبعا المسألة إحنا بنتكلم في القضية لسبب، يعني إن مثل هذا الكلام نقل إلينا متواترا عن كثير من الناس فيما ذكرناه في هذا الأمر. نعم. وإحنا لما ذكرنا الأمور دي لم نذكر فيها على سبيل ان احنا بنقول للشيخ انت متهم في هذه الامور، ولكن نقول له ان كان في خطا فراجع نفسك من اجل هذه الامه وتوب الى ربك فيما يتعلق بهذه المخالفات، لان من الاخطاء اللي وقع فيها